من دير القمر الى رشيا الويدي باضاءه على مهرجانا ولهالموضوع بنستقبل ضياء ناجي دلال. اهلا وسهلا فيك ضياء، حضرتك من منظمي مهرجان رشيا الويدي وبالتركيز على الحفله اللي رح بتصير نهار الاثنين، اسماء كثير رح تتكرم بدعوه من بلديه رشيا، مزبوط؟ مزبوط. خلينا نبدا بالاسماء المكرمين: ميشيل جحا، الفيرا يونس، ميشلين خليفه، صبحي توفيق، برنار رنو، جهاد الاطرش، شكري انيس فخوري، علي الزين، وامل وجيه ناصر. اهلين. مع حفظ الالقاب. ايه مع حفظ الالقاب لانه كلهم شعراء مثل شاعر وفنانين وممثلين الاخيرين. إيه. قبل ما نبلش ناخذ تفاصيل عن هالامسيه خلينا نسمع الفنانه ميشلين خليفه. ايه. حبت رشيا الوادي تخص هيك هالفنانين بالتكريم ضياء؟ هو بلشت الفكرة ضمن مهرجانات رشيا، حبينا نكرم الفنانين وعلى أساسهم اخترنا بمساعدة نقابة الفنانين، حكينا مع مدام زيتون في مساعدة كمان الإعلامية شاعرة أمل ناصر اللي هي صديقة لإلنا، اختاروا هيدي الباقة من الفنانين لأنها تتكرم برشيا. يعني اخترناها منوعة، في الشاعر، في الشاعر ميشيل جحا، في المطربة ميشلين خليفة، في انه كذا حدا، يعني بين فن وموسيقى وشعر وتقديم وتمثيل، يعني قدرتوا تعملوا هالمجموعة المنوعة. من بين المكرمين ايضا الفنان صبحي توفيق. ايه الفنان القدير صبحي توفيق. لا يلا عم نجهز شو ايه ولا لا. طيب بهيدا الوقت خلينا نقول انه اصلا رشيا الوادي منطقه عريقه وضيعه عندها تاريخ وحضاره، فلابد ما تضوي على تكريم هالشخصيات الفنيه، واصلا انتم فعاليات المهرجان بلشت من نص تموز تقريبا، يعني مزبوط. مهرجان مش هلا عم تفتتحوا، مستمرين لايلول. ايه مستمرين لايلول، بس مش كل يوم، في بالاسبوع حفلتين او ثلاثه. اوكي يلا بنسمع على صبحي توفيق. كتيري بالنثم روحي مرات الروح 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 القبل تكون الأمسية نهار التنين ضياء، يعني بشو رح يبلش اللقاء؟ اللقاء ببلش أول شيء بتكريم الفنانين، أكيد في كلمة ترحيبية لرئيس البلدية، بعدين زوجي، وبعدين حنكمل تكريم الفنانين، بعدين الفنان صبحي توفيق حابب يغني لنا أغاني قدود حلبية وهيك، وبعد الفنان صبحي توفيق رح يكون في فنان شوقي عواضة اللي هو من البقاع من رشيا، وفي دبكه بعلبكيه، فرقه دبكه بعلبكيه، انه عم نعمل لهم، نحاول نعمل جو وان شاء الله ينبسطوا عنا الفنانين، لانه نحن بنحب الفن، بنحب نكرم الفن، لانه هو اكثر، هو هويه البلد. أوكي. ولبنان بيتميز بفنه طبعا من كل الازمات اللي عم بيقطع فيها. ضياء معقول تكون هالمحطه سنويه؟ يعني بتصير كل سنه تختاروا مجموعه من الفنانين؟ مزبوط، نحن حابين هيك، هيدا هدفنا، قلنا لها حكينا مع نقيبه الفنانين انه من ضمن مهرجانات رشيا وبالقلعه تحديدا اللي هي تراث، من تراث للبنان اكشلي وهيك، فقلنا لأنه كل سنة نعمل تختار لنا باقة وتختار لنا كمان مغني يحيي لنا الحفلة وهيك. أوكي. فإن شاء الله خير، إن شاء الله تنجح هلأ.
مواعيد كتيرة كمان رح بتكفي من بعد 24 تموز، رح بكون في كتير فنانين وتنقول هيك مدارس موسيقية مختلفة. ضمن المواعيد في موعد رح بيكون ب 19 آب مع الفنانة نسرين حميدان، يعني هم بروح أجواء طربية. هلا كل حدا، نحن كل حدا منظم نهار، يعني نحن اكثر شيء نظمنا تبعيه التكريم الفنانين. وفي كل حدا في جمعيات برشايا، كل جمعيه عامله نهار منشان تا ينجح كله المهرجان، يعني موزع. في نهار مشاركه فيه نسرين حميدان، في نهار حيكون كمان حلو برشايا، حيكون عيد التجلي بخمسة آب. وفي كمان جايبين ناجي القسطة كمان. اوكي، قبل ما نحكي عن ناجي القسطة خلينا نسمع الفنانة نسرين حميدان، بما انه الأمسية تبعها ب 19 آب رح تكون. الزمن بيخلق نوع من الخبرة اللي بتصير تبلشي. هاي مقابلة لك انه تعرفي البداية وتعرفي النهاية فيها. تعرفي البداية وتعرفي النهاية. يعني دائما نسرين حميدان فنانة حضورها حلو، هي بتعزف على العود وبتكون بنفس الوقت كمان عم بتغني. موعد ذكرتيه مع الفنان ناجي القسطى ب 28 كمان عنده جمهور يمكن هيك كثير واسع. ناجي في جمعية نحن رشايا منظمت له لناجي القسطى الحفلة، أكيد في كتير عالم بحبوه، الشباب بحبوه كلهم والصبايا بحبوه أكثر. والصبايا أكيد العمر الشبابي. أنا في أوتيلات بالمنطقة بتستقبل كل الأشخاص، نعرف أنه يمكن المسافة يمكن تكون شوي بعيدة للأشخاص، تنقول اللي جايين من مناطق خارج نطاق بيروت. قديش في أوتيلات بالمنطقة هي مجهزة كمان تستقبل هالسياح والزوار؟ في عنا أوتيلات برشايا وبالمنطقة مجهزة وحلوين، وفي عنا منتجعات سياحية، يعني إذا مثلا حدا طلع من بيروت وهيك ففي بيستقبله. بيستقبله عدد كبير. خلينا نسمع نسرين حميدان عم بتغني. عرم بريش بللو قطر اللي بيه برغلو صاح لبنان لبنان يا قطعة. فإذا هيدي نسرين حميدان موعد معها ب 19 آب، ب 28 آب ناجي القسطى، ونروح إلى أيلول ب 10 أيلول. روق برشايا، روق بالك، يعني روق راسك. إيه بيروحوا، إيه بفتكر عاملينها هلا حي بعدين اللي منظمينها أكيد بيحكوا عنا أكثر، بس إيه بفتكر عاملينها حفلة بالسوق وهيك حلو، بيروحوا قعدات وحلوة و وأكل. كيف قسمتوا المهام ضياء؟ يعني في كل شخص، يمكن كل مجموعة منظمة أو كل جمعية منظمة أمسية أو نشاط؟ البلدية رشايا هي كل حد، يعني تقريبا الجمعيات اللي حابين عملوا كالندر، وعلى أساسها كل حدا حب يعمل يقوم بحفلة وينظمها، وهيك بينجح أكتر، مش كل واحد لحاله. مزبوط، وهيك بيتعاونوا الكل، وبيصير كل واحد عنده أفكار غير التانية، بيصير في تنوع أكتر. مزبوط، تنوع أفكار، تنوع بالاحتفالات يلا بنسمع ناجي القسطى. فرشت اللادر باب دموعي وخبيتها جوات ضلوعي، فرشت اللادر باب دموعي وخبيتها جوات ضلوعي، قلت لها غلي ونامي بقلبي غلي ونامي. الله لكن بس بدي ارجع اذكر باسامي الاشخاص يلي رح يتكرموا، الفنانين اللي رح يتكرموا بالالقاب، حفظ الالقاب مثلا، لانه الشاعر ميشيل جحا شاعر. ما انا وقت ذكرتهم اول شيء قلت ما حفظ الالقاب. خليني ارجع عددهم، ما حفظ الالقاب: ميشيل جحا، الفيرا يونس، مشلين خليفه، صبحي توفيق، برنار رنو، جهاد الاطرش، شكرا انيس فخوري، علي زين، وامل وجيه ناصر. وفي عنا لفته للاذاعه اللبنانيه
بشخصها. بدنا نكرم مدام ريتا نجيم الرومي اللي هي مديرة البرامج، هي كمان رح تتكرم من ضمن المكرمين. نذكر بموعد الأمسي هي 24 تموز الساعة 8:30 المساء على مدرج قلعة رشيا. وبحب أشكر كمان زميلتي الإعلامية إنه صاحبتي ورفيقتي دايما اللي شاركتنا بكل التنظيم لهالحفل، الشاعرة أمل ناصر. هي أصلاً من ضمن المكرمين. وهي من ضمن المكرمين. نعم. وهي ساعدتنا كتير لإنجاح أوكي. الحدث. أهلا وسهلا فيك ضياء ناجي دلال من منظمي المهرجان. نتمنى لكم توفيق وعقبال كل سنة. شكرا. ونحن بنفس الأجواء الفنية تحت عنوان أنسى الكل عشانك بيتجدد موعد الفنان عبد الكريم الشعار مع أرشيف أم كلثوم، وهالمرة مع أغنية يا ظلمني كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. الموعد اليوم الساعة 9:30 المساء على مسرح مترو المدينة. نسمع أم كلثوم. ختام حلقتنا لليوم رح بيكون مع التقرير الرياضي. بكرة أكيد موعد جديد من أخبار صباح بحلقة جديدة الساعة 7:30. لقونا. باي. عند ما حلمت الصبية أوليانا عرفت بمقابلة الرئيس سعد الحريري لم تكن تدرك بأنه حلمها سيتحقق بالتزامن مع حلم آخر، وهو حصول على المرتبة الأولى على صعيد لبنان في قسم الاقتصاد والاجتماع بمعدل عام 18.75، فكانت الزيارة الحلم إلى طعم آخر. ولأوليانا عرفات طقوس وشفرات لا يمكن لأي شخص عادي أن يفكها، فهي تمتلك خلطة فريدة من السلوك يصعب